السلام عليكم. ورعى الشيخ خميس الخنجر رئيس حزب السيادة في أريبيل المنتدى السنوي للنخب والكفاءات من الهيئات التدريسية والتعليمية الموسوم بعنوان التربية والتعليم عدة الأمة وعتادها. وفقنا الله بأن نقوم بإنشاء مدارس الرصافي التي استوعبت عشرات الآلاف من الطلبة الذين لولا وجود مدارس الرصافي ضاع مستقبلهم. وأنا أسير في شوارع الموصل أو في صلاح الدين أو في كركوك أو في ديالى، كثير من العوائل تأتي وتشكرني على تلك الفترة، وأجد واحد صاير دكتور، واحد صاير ضابط، واحد صاير مهندس. أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز اللي كلنا ساعدنا فيه، إنجازكم جميعا. الملتقى السنوي نظمه المكتب التعليمي في حزب السيادة وبالتعاون مع منتدى رصافي للكفاءات، طرحت فيه عدة أفكار ورؤى جديدة، والإعلان عن بدء العمل في الفعاليات والنشاطات بكافة جوانبها التعليمية والإنسانية والإغاثية. دور فعال وإقامة ورش ودورات تطويرية لهذه الملاكات وإنهاضها بالمستوى المتطور للعملية التعليمية في العراق. الواقع التعليمي بالعراق يحتاج إلى أمور محفزة، أمور تجعل العراق يتساوي التعليم مع المستويات والبلدان الأخرى. وشكلت مدارس الرصاف النموذجية في أربيل والسليمانية ودهو كبان فترة النزوح العصيبة أعرق تجربة تعليمية رائدة احتضنت آلاف الطلبة لتبقى تاريخ الناصع البياض لا يمكن أن يمحى من ذاكرة أجيال أتعبها النزوح والتشرد والحرمان. كانت متميزة في كل شيء، في كادرها وفي طلابها، والحمد لله حققت نتائج يعني باهرة جدا، وبدينا نضاهي يعني حتى مدارس بغداد النموذجيات. ويعد الملتقى السنوي للنخب والكفاءات التعليمية من أهم الملتقيات التي من خلالها رسمت خارطة طريق جديدة للأجيال القادمة يكون سلاحها العلم والمعرفة لبناء الأوطان. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أريبيل.